معنا اليوم مسلسل أولاد بديهة. هالمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجري وإخراج رشاش ربجي، ولهلأ يلي رح يعرض المسلسل هو مجموعة قنوات MBC وطبعا منصة شاهد. بيحكي المسلسل عن قصة 4 أخوة وأمهم. البنت الكبيرة اللي بتأدي شخصيتها سلافة معمار بيكون اسمها سكر، بتكون قوية الشخصية وبتحلم انه تكون طبيبة. الممثل محمود نصر بشخصية مختار، وهو بيكون الابن الكبير وبيحلم انه يصير محامي. الشخصية الثالثة هو سامر اسماعيل بشخصية شاهين، وهو شاب ذكي وملتزم وبيحلم انه يصير صحافي. والاخر الرابع هو يامن الحجلي بشخصية ياسين، وبيكون توأم غير مطابق لشاهين، وهو شاب رومانسي بيحلم انه يصير فنان. بيكونوا عايشين بحي شعبي بدمشق مع امهم بديعة، واللي بتمثل دورها إمارات رزق، يلي بتكون عم تكافح لحتى تربيهم ولحتى توفر لهم حياة كريمة. والمسلسل من فترتين من الزمن، بالماضي وبالحاضر. ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك لمشاهدة مسلسلات رمضان.